لا زال الوضع الجوي اليوم على مناطق أقصى الغرب، هناك سحب رعدية تظهر في هذه المناطق وتسبب حتى في بعض الأمطار على مناطق متفرقة، لكن تدريجيا تقل أهمية هذه السحب، وخاصة خلال يوم الغد تتلاشى السحب الماطرة وستكون الوضعية خلال هذه الليلة أمطار متفرقة بإذن الله على مناطق الغرب وخاصة أقصى الغرب الليبي أو المناطق الحدودية تحديدا، ما يجعل درجات الحرارة أيضا ستميل إلى انخفاض بداية من يوم الغد وتكون أكثر انخفاضا خلال اليومين القادمين. إذن هناك تقلبات جوية طفيفة حدثت وتحدث خلال هذه الأيام على المنطقة الغربية بسبب المنخفضات التي تتحرك أو التي تتأثر بها المناطق الليبية والشمالية الغربية خاصة. أما الشمال الشرقي فكاد يكون لا تغير يذكر في الأحوال الجوية على هذه المنطقة، درجات الحرارة في نفس المعدل تتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة مئوية وتكون أكثر ارتفاعا في الكفرة تزور بوسير لتصل إلى 30 درجة مئوية، أيضا على المنطقة سبها كذلك في القطرون وصولا إلى مرزق وغات، هذه المناطق أيضا تشهد درجات حرارة ما بين 27 إلى 31 درجة مئوية، ستكون الأجواء مغيمة في كل من سبها وكذلك مرزق وصولا إلى القطرون. كل هذه المناطق إذا نتوقع فيها خلال 48 ساعة قادمة أن تظهر سحب ماطرة على هذه المنطقة. ننتقل إلى خريطة توزيع الضغط والتي ستكون فيها الأجواء خلال يوم غد، الأجواء صافية إلى قليل سحب على طرابلس وضواحيها، كذلك والحال على بنغازي وضواحيها وصولا إلى مناطق الساحل، باقي الساحل تكاد تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة بدون أهمية تذكر. هذه الليلة نتوقع بعض الأمطار على مناطق الشمال الغربي سواء كان الساحل أو المناطق الحدودية تحديدا بين ليبيا وتونس وفي بعضها رعدي خلال هذا اليوم. النشرة الخاصة بالصيد البحري، الإخوة السادة البحارة، البحر ملائم للدخول خلال 24 ساعة قادمة للاصطياد على كافة السواحل الليبية نظرا لهدوء أو استقرار الأجواء على البحر بشكل عام، حيث الموج لا يزيد عن نصف متر بإذن الله والرؤية جيدة، درجة حرارة البحر تصل إلى 25 درجة، اتجاه الريح على معظم السواحل سيكون شرقي فشمالي شرقي، سرعته تتراوح من 5 إلى 15 عقدة، وهذا وبإذن الله تعالى نشرة وقد تكاملت، لم يبقى إلا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم واليومين القادمين. إلى اللقاء.